شاوريني كي تخرجي قلت لك اهضري لي قولي لي راني خارجه. يا اخي انت خير شتا هو الراجل ماشي هي انا خاف بلاك. تليفون وقيل الحاج تاعك. اه هكذاك. سمعت شنو ديك كلشي. ما تقلقش. اش خطات تقول في خدمواتي. عم ساعدك الكرسي الحاج ولا الدنيا نوتش يلا. معليش معليش. دنيا كاين البيت دنيا بعقلك ارجع ارجع الله. ايوا اقلعك مليح. هاك هاي لك هاي. والله ما جينيت لك هاي. اه يا ما فلاتش. الله يعطيك صحتك ان شاء الله ربي يحفظك ويرحمني ربكم. اسمعني خدام يرحم باباك ما تزيديش تعيطي لي يرحم باباك دوك نجي للدار ونفهمك. اليوم قلت لك خلاص سي بون ما نحبكش الدار اليوم خلاص اليوم الاخره تاعك ما حبيتيش تحشمي انتيا. قلت لك شاوريني كي تخرجي قلت لك اهضري لي قولي لي اني خارجه. بابا العزيز خاطي مع الشيطان عطيني. اسمع الله يهديك ويهديها حيت قلقتني. عباك واش قال لي صاحبي؟ قال لي كي تجيب الثانيه تعاود تسقم روحها نقدر نديرها هذه. ايوا هذا حبيبي ديك ها؟ لا لا ما كاش من تبع ديك جيب الثانيه. لا قال لي كي تجيب الثانيه الاولى تسقم روحها. بابا العزيز بابا 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 العزيز بابا 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 واش ندير دوكا؟ لا بدي قلت لك روح جنبي خلاص. معليش الحاج. شعر ربي شعر ربي. واش يقول لك ربي سبحانه؟ واحد من اهلك واحد من اهلك. جيبهم قال لها انت يا خويا حاجه اللي تقيسك. هذه لا لا هذه لا لا هذه انا. قالت لي شري لي الكفطه ب 9 ملايين مني لي انا 9 ملايين. وني لقط في الخبز على روحي. لا 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 عزيز هذا القبطان وهذا كاع تعيش عليك. قالت لي جارتها داها راجلها للترك قالت لي ديني للترك. هادي تعيش في الافلام في الخيال تبعوا المسلسلات وماذا بها من براتيكوم على انت هو الراجل ماشي هي. يا اخي انت اخي انت هو الراجل ماشي هي. انا خبا بلاتي. صح اسمع يا العزيز الرجال قوم ونسحب ستمة تفتح درهم. معليش وكاين واحد زيد قلت له المشاكل تاعي واش قال لي؟ قال لي كي تضربها تسقم روحها. كاش منها ما تضربش انا يما وريهولي هذا نشبعو مطلق. هذيك كرتك واخا ربك الشباب. ربي يهديها يا ربي يهدي الخلقه هذه ويهدي بلاد الناس المتقاربين. يا ربي ان شاء الله ربي يعمرها الرساله ان شاء الله بعدهم عليها. يا ربي ان شاء الله الارجاء ترضى الله والرسول ورجلها ان شاء الله. راه يا وليدي والله هذه الدعوه الخير ان شاء الله. الله غير يعطيك الصحه الحاج. ربي يستر. ما انت يا العزيز اتق الله من نفسك صحابك هذوك اللي يقول لك هيا نعاونك قول له بسم الله. اللي يقول لك ديرها لا لا خويا نعرف ربي عطاك عقل خلقك ربي بفضلك عطاك عقل. شوف تلاقي يا العزيز هذاك هو الخراني كاع والخراني علاه العرش تاع الرحمن ينساس. دوك نعيط لهم لا نعيط لك ولا خلاص حبسي وراك خلاص خلاص الو يا العزيز وين راك؟ خلاص اسمحي لي كنت مقلق من قبيل. او بليس دارها بليس دارها ولا بها قعدت منيرفي. يا خلاص العشيه نفريوها العشيه نخرج تاكلي البيتزا. ونفريوها ان شاء الله. خلاص خلاص خلصها البيتزا خلصها لك من عندي. هيا ضحكي هيا خلاص خلصها لك. كاين واحد كليون طلعته معايا قال لك يخلصها والله ربي نورها في وجهه. هيا هيا خلاص امامنا هيا جوتان جوتان هيا صح. الله يمتح لنا الخير بينكم صح. يا رحمة أنا لو جاء الحاج قلت لك جودة ماي صح. الله يعطيك صحتك إن شاء الله رب يسترك وليداتك إن شاء الله والرجل يبارك إن شاء الله والمؤمن المؤمنات. حاج حاج ربي ينورها في وجهك إن شاء الله. عباك باللي الحاج أنتم هما البركة تاع زمان يا الحاج على بالك باللي كي راكم أنتم مازلكم فوق الدنيا هنايا باللي ربي ديما يطرح البركة يا الحاج. فهمت يا الحاج ربي ربيعتك. انا اللي نسلم لك على راسك يا الحاج والله غنسلم لك على راسك انت راك في عود بابا يا الحاج. نسلمك ربي طول عمرك على بالك الحاج. خليني نهضر كلمه بعدي. كلمه بعدي. الامام واش يقدم نصيحه في المسجد الايات والقران الاستاذ في القرايه لا
أنا تاني أستاذ. الله يبارك. وراني نخدم تاكسيور. الله يبارك. وراني نخدم ممثل تاع نصيحة. الله يبارك. الحاج هذه هاي ما كايناش منها كاملة اللي تاع الطلاق. حنا طلعناك وسورتو الكبار هادو اللي فيهم بركة نطلعوهم ديروا السوجي تاع الطلاق باش يبلغوا رسالة للمجتمع الجزائري. ما يطلقوش يمشيوا بالعقلية. خطش الضحية دراري. والضحية شكون المرأة هادي والراجل ما مرضيش يعاود الزواج ما يتحناش ربي يسترك خاطر الزواج خطرة ما تجي 10 ربي يحفظك اللي قال لكم الزواج ما الزواج خطرة الله يسترك الحاج بابا ماتت تيما هنا باش نزوجوا كيما عينا ما اش قال الناس وقولوا لي دريا ترونكيل حسب كيما يماه الزواج خطرة ما تجي 10 الحاج على بالك باللي هذا الشيء اللي هضرتوا الكلام باللي 45 مليون جزائري راح ترجعوا للطريق يا بابا العزيز علاش هادي 10 رحمن يتزعزع وكان جينا نعرف واش معناتها 10 رحمن نشوف القاعة كيلك طلاق 10 رحمن بارك الله فيك يتزعزع يا العزيز والله غير باش تلحق 10 رحمن تزعزعوا الله دموعك غاليين الحاج وهذه راح تبقى لك صدقه جاريه هذه هذه ربي يهدي العباد في دار الشرع ربي يهدي العباد اللي راهو الناس يطبعوا من هذا الشيء ربي يهديهم مع العواشر هذو العام الجديد هذا ان شاء الله يحبسوا الشباب ان شاء الله قول لهم الحاج الناس ما يفطروا قول لهم صحه فطوركم صحه فطوركم وصحه رمضانكم صحه رمضانكم وربي ينورها في وجهكم وربي ينورها في وجهكم ان شاء الله زعلوا الشيطان لو كان جات لك مليح ما يصح لكمش كي عاد التلاق باش يزيد لكم الهرج ويقوي الشيطان راهو من هبه ومن دبه الله يهديكم ان شاء الله.